طيب عايز اسالك سؤال وهروح بيه للكابتن طارق، بس عشان انت كمان انت جوه التدريبه كمان يعني. انه بحس دايما على مدار الموسم لعيبه طلائع الجيش واقفين على رجلهم، ربنا يحميهم جميعا يعني، بس واقفين على رجلهم بدنيا، اصابات اعتقد الحمد لله مش ما كانتش ضخمه وكثيره. اه كان في لعيبه احيانا بتغيب من عندك مهمين، بس مش كتيره مش طول الوقت مع ضغط المباريات، فواضح انه كمان اللعيبه مركزه وملتزمه جدا. بالظبط. انا يعني انا بقول ان احنا محظوظين معانا لعيبه، يعني لعيبه كبيره جدا اخلاقيا قبل يعني اخلاقيا بره الملعب وفنيا جوه الملعب. وطبعا يعني شهادتي طبعا هتبقى مجروحه في الكابتن، بس لا احنا دلوقتي احنا بنتكلم عن مدير فني والمدرب المساعد كابتن طارق. يعني عايز اقول كلمه، بينتحر في شغله يعني. يعني انا بقول له ساعات انت ناقص تقفل باب النادي وتفتحه الصبح. لا فعلا يعني بالنسبه لي انا كابتن طارق بالشغل اللي عمله مع الفرقه، مع كواليتي كويس، مع دعم من الاداره، فده اللي هيوصلنا لحضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. وطبعا ما انساش دور برده الدكتور عبد الحليم كامل في الحته البدنيه، ان هو عامل دور كبير برده مع اللعيبه. نمشي مصطفى. ايوه كابتن طارق اتفضل. كامل بدايه من دول ماشيين معايا من اول بدات مشوار التدريب. ممتاز. بدايه من كابتن محمود عطا، ومحمود اصلا عاصرني كلاعب في الاتحاد. يعني احنا متربيين سوا، في فهم، في كيمستري. اه بالظبط كده، بيبقى عارف انا عاوز ايه بشكل كبير جدا في الشغل، وباثر عليا حاجات كتيره جدا. دكتور عبد الحليم كامل، يعني انا عبد الحليم بقول يعني انا مربيه، لان بدا معايا من صغره، وعارف يعني ازاي بفكر حتى من النواحي البدنيه بتاعت الفريق. الحمد لله الكل بيشهد بيها، الحمد لله رب العالمين. وده راجع طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وشغل الراجل عبد الحليم كامل. يعني هو مجتهد جدا جدا يعني، وانت عارف انت كل فرق العالم دلوقتي بتعتمد بشكل كبير جدا على المعدين البدنيين ومخططين الاحمال، لان ده دور مهم جدا جدا بيوازي النواحي التكتيكيه والفنيه بتاع الفريق. لو الفريق مش واقف على حيله مش هيعرف ينفذ اي شغل من المدير الفني بيطلبه 100%. بس هو ده كان ملاحظ جدا يا كابتن طارق، وانا كنت كل ما اتفرج على مباريات لطلائع الجيش بحس التشكيله ثابته لحد ما يعني. بصراحه ما اتفرجش على كل مباريات طلائع الجيش، بس كل ما اتفرج على مباراه ومباراه الاقي لا نفس الفريق، الغياب واحد او اتنين. انا خلي بالك مرينا بظروف صعبه جدا في البدايات طبعا، في البدايه كان لان طبعا انت لما جيت عملت فترات اعداد مصغر، مفيش شك طبعا لما بتكثف الوحدات التدريبيه بالاحمال في تدرجاتها كلها، مفيش شك طبعا لازم هيقع لك على الاقل نسبه 10% من اللاعبين، وده العادي جدا جدا. يعني مثلا انت في ضغطه المباريات الاخيره لما لعبنا ماتش فاركو ثم الاتحاد ثم المصري، وقع مننا اثنين لاعبين مهمين جدا، رجب عمران وسمير. والاثنين دول من اللعيبه المؤثره في خط الجول، يعني انت تاثرت. فيكتور كمان سابنا في 30/6. صحيح. اذا انت تاثرت نتيجه الضغط المجهود بتاعت المباريات بغياب اثنين لاعبين مؤثرين جدا جدا جدا، اللي هم علي الفيل برضه تاثر من الناحيه الدفاعيه، وسمير ما فيش شك اثر في الهجوميه، فيكتور لما سابنا اثر على الصعيد التهديفي. خاصه لو ان انت القوام بتاعك ما فيهوش عمق كبير جدا تلاقي اكتر من بديل. لو انت يعني محضر نفسك للظروف ديت ما كنتش تقدر تشوف. انت النهارده بتشوف اخيرا امام الاهلي علي الزهدي، وده احد الشباب اللي احنا بنعتمد عليهم، بتشوف فارس وده احد برضه اللاعبين الشباب اللي احنا بنعتمد عليهم. دول الولاد البرومسج اللي احنا بنبص لهم نظره مستقبليه بشكل كبير، نظره للغيابات دي. بتشوف توظيف احمد سمير النهارده في الاسترايكر في طريقه 3-5-2، بتشوف ميدو في توظيفه في الاسترايكر في 3-5-2، رغم ان الاثنين بيلعبوا اطراف، لكن عندهم ما يقدروا ينفذوا المهام كاثنين استرايكر. اي نعم مش بالكواليتي الكافي كادوار استرايكر، لكن بيأدوا لك الدور نظرا للغيابات الكتيره جدا في المراكز اللي زي دي. هايل جدا.